نقلينا الثوم ونزيدو هاد الطوماطيش. بسم الله نحطو هادوك 4 مغارف تاع الزيت مع هذاك راس الثوم. قلت لكم الثوم لازم تكون كميه كبيره، ونحطو الثوم تاعنا تتقلى غير على نار هاديه. مرحبا بكم مع حكيمه بلاصي. ما نقولكم اليوم راني نحضر معاكم الرايه، وهاد الرايه هاد الوقت راهي كاينه. انا هنا وجدت راس الثوم كيما راكم تشوفوا، الثوم يعني الكميه تكون كبيره، وعندي 4 حبات طوماطيش رابيناهم وتقدروا تدرسوا، وعندي مغرفه كبيره تاع العكري والكمون ورشه ديما تاع فلفل الكحل، وعندي مغرفه تاع الطوماطيش مصبره. ونقول لكم هذه يعني الرايه ما عندهاش وقت كبير في الطياب. دوك نبداو على بركه الله. نزيدو هذه المغرفه تاع الطوماطيش، حنا نديرو التوابل تاعنا، هذيك المغرفه تاع العكري والكمون ورشة تاع الفلفل الكحل. نزيدو هذيك الحبة تاع الحار. بسم الله حنا راحين نديرو لاغي تاعنا. ونقولكم هاد لاغي يعني ما تشدش وقت كبير في الطياب. بسم الله حنا راحين نمرقو تمريقة غير خفيفة، ما نديروش بزاف الماء. حنا راحين نزيدو هذيك الرشة تاع المعدنوس، ونوريلكم لاغي حاضرة في صحن. هاي لاغي تاع نهار اليوم اللي حضرتها معاكم، وحبيت نوري لكم هاد لاغي. يعني الناس اللي يحبوا نوع من الاسماك هادو بنة كبيرة فيهم. وانا هنا شوفوا لاغي تاعي كيفاش درت المرقة تاعها خاطرة، ودرنا لها ديك الرشة تاع المعدنوس. وان شاء الله تجربوا هاد لاغي، هاد البواسون يعني موجود في الاسواق، وان شاء الله ديروه وتاكلوه بالصحة. وما بقى لي غير نقول لكم في امان الله.